باسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين، شعب كنيستنا الجميل، الشعب المبارك المحب للمسيح. النهارده هنتامل في احداث وقراءات يوم اربع البسخه المشهور باسم اربع ايوب. اليوم ده خلال الاحداث الاخيره في حياه السيد المسيح من الاسبوع الاخير ما تحركش من خارج بيت عنيا. كل يوم كان بيطلع وبيخرج يروح للهيكل، لكن يوم الأربع مكس في بيت عنيا. وخلال اليوم ده حصل تشاور بين يهوذا وبين رؤساء الكهنة ان هو ازاي هيسلم المسيح وازاي يسهل لهم الطريقة اللي هيقبضوا عليه. وبرضه في يوم أربع البسخة اتكررت حادثة سكب الطيب للمرة الثانية هذا الأسبوع. المرة الأولانية كانت يوم السبت من مريم أخت العازر قبل الفسحة بستة أيام، عملوا له حفلة في بيت عنيا في بيت العازر بعد ما المسيح أقام العازر. وفي اليوم الأربع ده واحدة أخرى، امرأة أخرى، جات وسكبت الطيب على السيد المسيح. خلال الأسبوع ده يوم اثنين البسخة نلاقي السيد المسيح جه عشان يطلب الثمر، ولكن ما لقاش ثمر، كانت الطينة مورقة وما فيهاش ثمار. يوم ثلاثة البسخة جه المسيح عشان يطلب السهر، فلقى المصابيح فارغة بتاعت العذارة. ويوم الأربع اللي هو النهاردة أربع البسخة جاء المسيح عشان يطلب الوفاء، وللأسف لم يجد غير القبلة غشة. فالسيد المسيح الباقي هو الغني وخالق كل الخليقة، لكنه بيطلب نفسك وبيطلب حياتك. فهل يا ترى لما يطلب نفسك النهاردة هيلاقيها؟ هل هتسلمه نفسك وتسلمه حياتك؟ تعالوا نبص كده نظرة سريعة على قراءات ليلة الأربع من البسخة المقدسة. في ليلة الأربع نلاقي الساعة الأولى القراءات كلها بتتكلم عن غضب السيد المسيح على الكتبة والفريسيين. الساعة الثالثة بتتكلم عن ضمهم للمرائين. والساعة السادسة تتكلم عن منعهم من العرس، من عرس المسيح. والساعة التاسعة اتكلم عن هلاكهم العتيد أن يحدث. وفي الساعة الحادية عشر من ليلة الأربع اتكلم القراءات بتتكلم عن بحثهم عن المسيح عشان يتمموا خطتهم وجريمتهم عشان يقتلوا السيد المسيح. يوم الأربع أو نهار الأربع القراءات بتاعته نلاقي الساعة الأولى تتكلم عن تشاور الفريسيين لقتل المسيح. الساعة الثالثة بتتكلم ان الشعب ضدهم، الشعب ما كانش موافقهم. والساعة السادسة تتكلم عن التآمر على المسيح. الساعة التاسعة اللي هي بتتكلم عن اتفاق يهوذا مع رؤساء الكهنة والفريسيين عشان ازاي يسلم المسيح. وفي الساعة الحداشر، الساعة الحادية عشر، بتتكلم عن تحذيرهم، المسيح حذرهم ان هم اسلوبهم وطريقتهم هيعرضوا نفسهم للهلاك لما قال لهم النور معكم زمانا قليلا فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. يوم اربع البسخه نقدر نديله كده عنوان، نقول الطيب المسكوب. يوم الاربع ممكن نسميه يوم الطيب المسكوب، لأن في اليوم ده زي ما قلنا جت المرأة سكبت الطيب على رأس المسيح. فالطيب طبعا أحبائي يعني يعتبر أرق التعبير عن الحب. فاللي سكبوا الطيب على السيد المسيح كانوا حالات كتيرة. نلاقي في حياة السيد المسيح ثلاث سيدات أو ثلاثة من نسوة أثناء حياته سكبوا على الطيب، واثنين من الرجالة سكبوا الطيب بعد موته، وبعض النسوة سكبوا الطيب صباح يوم القيامة. فيوم الأربع ده النهاردة
بتحط الكنيسة قدامنا طيب المرأة المسكوب وقصاده صندوق يهوذا المسروق، وكأن الكنيسة بتقول لك الاختيار ليك، تقدم للمسيح الطيب المسكوب ولا توقف في السكة التانية. ساكبات الطيب كانوا أول واحدة فيهم المرأة الخاطئة المذكورة في لوقا 7، رحنا نصليها كل يوم في الخدمة التانية في نص الليل. لما المسيح للمجد أحد الفريسيين دعاه عشان للتعارف، سمعت بي هذه المرأة الخاطئة، وكانت خاطئة يعني معناها كانت بتنوي أو في نيتها حياة التوبة وتوبة صادقة، فراحت عشان تقدم هذه التوبة الصادقة للمسيح. طبعا الفريسيين نحن كلنا نعرف عبارة عن القطاع المتطرف من اليهود، والمرأة الخاطئة دي يعني معروف عنها أنها كانت محترفة في الخطية، فقدرت تخلي أدوات الخطية اللي هي الطيب بقت أدوات خادمة للعبادة والتطهير، وسكبتها على قدمي المسيح، فتحولت هذه المرأة من خاطئة جدا إلى تائبة جدا. المرأة الثانية اللي سكبت الطيب المذكورة في متى 26 اللي هي النهاردة الأربع، سكبت الطيب قبل الفصح بيومين، قال عنها السيد المسيح أنها فعلت ذلك لأجل تكفيني. وهي الوحيدة لما جت سكبت الطيب سكبته على رأس المسيح وليس يعني مش على رجليه، وسيد المسيح للمجد مدحها وطوبها لأن عملها ده تذكار محبة. في المرتين دول المرأة الخاطئة في بيت الفريسي والنهاردة المرأة ساكبة الطيب كان موجود وحاضر وشايف العمل ده يهوذا. المرأة الثالثة كانت مريم أخت العازر، وديت مذكورة في إنجيل يوحنا 12. معروف طبعا مريم أخت العازر مذكورة في يوحنا 12 من بيت طبعا مليان قداسة بسبب حلول السيد المسيح فيه طبعا. فقدمت طيب نردين خالص كثير الثمن. فمريم أخت العازر قال عنها السيد المسيح بعد ما سكبت الطيب على رأسه، قال إنها اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع عنها. والعمل اللي عملته مريم أخت العازر هي عمل يشابه عمل المسيح ذاته، فده عشان كده يعتبر كأنه تدريب هام لينا إن احنا يكون لنا أفعال مماثلة للي عمله المسيح ويانا. لو عملنا مقارنة كده بين السيد المسيح ومريم أخت العازر هنشوف عشان نتعلم منها، هنلاقي مريم قدمت منًا من نردين غالي الثمن. المن ده حوالي 500 جرام، يعني كمية ليست بقليلة وتمنها غالي. طبعا سيد المسيح للمجد قدم ذاته في حب خالص لينا، هي قدمت من المسيح قدم ذاته ذبيحة عن العالم. مريم دهنت بالطيب قدمي يسوع، لقى المسيح للمجد غسل أرجل التلاميذ. مريم مسحت بشعرها قدمي المسيح، والشعر بالنسبة للمرأة يمثل مجدها، ونلاقي السيد المسيح أخلى ذاته من مجده، أخذ صورة عبد. مريم قدمت الطيب في صمت، أما المسيح للمجد فقدم ذاته في حب سري صامت. ولما سكبت الطيب المكان اتملأ برائحة الطيب، وخلاص المسيح للمجد ملأ العالم كله. ممكن نسأل النهاردة يوم الأربع البسخة، نقول ايه هو الطيب اللي ممكن اقدمه؟ نفسنا نشارك هذه المرأة ان احنا نظهر محبتنا للمسيح. على مستوى نفسك قدم توبة، فالتوبة طيب مسكوب بيقتني به الانسان عمرا نقيا. فليس المهم في طول السنين، بل المهم نقاوة سنين العمر. فتوبتك تأكدها وتغذيها من خلال ممارستك سر التوبة والاعتراف والتناول. أيضا أقدم الطيب
على مستوى علاقتي بربنا. تقول لي ازاي؟ اقول لك قدم الصلاة، فالصلاة بتسكبها النفس حب ووفاء للمسيح من خلال تسابيح ومزامير والحان وترانيم. فالصلاة احبائي مش واجب او فرض، لكنها حب تسكبه النفس المحبوبة قدام عرسها السماوي. ايضا ممكن نقدم الطيب على مستوى علاقتك الاجتماعية، ودي تكون من خلال الخدمة. فالخدمة هي كل ما يقدمه الإنسان بفرح وبالذات لإخوة المسيح. فالخدمة ترجمة حية لمحبتنا للمسيح. خدمة مش مجرد عمل اجتماعي، لكنها عمل روحي خالص بيقدم الحب بصورة عملية. بالمناسبة ديت برضه أحب أقول لإخواتي الخدام والخادمات أن الخدمة الحقيقية عشان تبقى طيب مسكوب يفرح قلب المسيح بتستند على عكازين. العكاز الأول توبة الخادم الحقيقية، والعكاز الثاني صلاة الخادم الروحانية الحقيقية. وبالطريقة دي تصبح حياة الإنسان طيبا مسكوبا. ربنا ادينا بركة هذا اليوم. لإلهنا كل مجد الأبد آمين.